من هو الدكتور خالد بومطيع؟ خالد جاسم بومطيع حاصل على الدكتوراه من جامعة برادفورد في مجال إدارة الجودة الشاملة، وحاصل على الماجستير من جامعة درهم في بريطانيا في مجال إدارة الأعمال. عملت كأستاذ مساعد في قسم الإدارة والتسويق في كلية إدارة الأعمال جامعة البحرين، وكذلك مدير للإعلام والعلاقات العامة في جامعة البحرين، ومدير ومؤسس مكتب الجودة في جامعة البحرين. في 2005 تم يعني عرض وظيفة مدير تأسيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة وإدارتها في شركة ألمنيوم البحرين ألبا، وكان لي شرف العمل في شركة ألبا على مدى 4 سنوات و3 أشهر. بعدها انتقلت للعمل الخاص، هاي في 2010، وفي 2017 تشرفت بالانضمام إلى فريق التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية في كلية إدارة الأعمال في قسم الإدارة والتسويق كذلك، وحتى الآن يعني أقوم بالتدريس في كلية إدارة الأعمال في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. في المجال التطوعي رئيس جمعية البحرين للجودة حتى عام 2017، ورئيس تحرير نشرة الفنر الثقافية الإلكترونية من سنة 2020 حتى يومنا هذا. ممكن تعطينا نبذة سريعة عن أيام طفولتك؟ الطفولة من يعني من هي لها بصمات كبيرة على حياة أي إنسان، لذلك إحنا يعني أنا وعيال فريجنا كلنا يعني ربينا في فريج زياينة في المحرق، والفريج كان له يعني بصمات رائعة جدا على شخصية الإنسان، وجدناها في نجاحاتنا وكانت سبب لنجاحاتنا في المستقبل. الفريج كان يشكل عائلة واحدة ويعني كتلة واحدة، سواء من الأتراب اللي معانا كانوا في سنة الشباب وحتى البنات، كانت الألعاب الشعبية في الطفولة كثيرة، وكانت كل لعبة تكسبنا مهارة وقدرة معينة وتضيف إلى شخصيتنا. الألعاب الشعبية اللي كنا نلعبها في الفريج في ذلك الأيام، كذلك الفريج كان هو يعني وحدة تربوية متكاملة، فكان الأب أي أب في الفريج يأمر أولاد الفريج أو عيال الفريج بأن يعملوا الشيء الصح أو لا يعملوا الشيء الخطأ، وله سلطة وله حق أن يأمرك أو ينهيك أو يعاتبك أو حتى نقول يهاوشك في بعض الأحيان لما يراك ترى يعني ترتكب يعني خطأ معين. وكذلك أبناء الفريج وعيال الفريج وحتى كبار الفريج كانوا يدافعون عنه، فلو شاف أي واحد من عيال فريجنا أن أنت معرض للتعدي أو للخطر أو شيء، هو أول واحد بيدافع عنك من عيال فريجكم. كذلك التكافل الاجتماعي كان تكافل جدا قوي، يعني فريج الزياينة في من عائلة الخليفة الله يحفظهم يطول عمرهم، من التجار الزياينة وفخره، وكذلك من المتوسطين، وكذلك كان من الفقراء، وكان كل الفريج يكون وحدة اجتماعية وتآلف اجتماعي في غاية الجمال وفي غاية يعني التعاون. كذلك الفريج فريج زيانة في كل طوائف البحرين، فجميع الطوائف الكريمة كانت تعيش في تآخي بكل مكوناتها، بكل مكونات المجتمع البحريني كانت موجودة في ذاك الفريج، فكان كل أهل الفريج كل أهل الفريج احنا نسميهم هاي من عيال فريجنا كلهم يشكلون عائلة واحدة وأسرة واحدة وتناغم واحد وعمل واحد. كل هذه كان تحصل عليه من الفريج اللي أنت تعيش فيه. بالنسبة عن ذكريات الدراسة، أيوة احنا دخلنا على الدراسة، طبعا احنا ذكريات الدراسة كذلك ذكريات جميلة. احنا درسنا في مدرسة تسمى مدرسة الدوي الابتدائية، هي الاسم الرسمي لها مدرسة عمر بن عبد العزيز، ولكن لانها كان في نفس فريج الزياينة، في نفس الفريج وكانت على البحر،
وكان مديرها الأستاذ رحمة الله عليه أستاذنا الفاضل الأستاذ مبارك سيار، والسكرتير أو مدير مساعد المدير الأول يسمونه السكرتير الأستاذ الفاضل الأستاذ علي قنبر، كلهم أساتذة أفاضل وكثيرين من المدرسين من بينهم طبعا أستاذنا الأستاذ محمد الجزاف والكثيرين الأستاذ خليفة العامر، كثيرين من الأساتذة اللي يعني يعذروني إذا ما سمح لي الوقت بذكر أسماءهم، إلا أن يعني كذلك مرحلة الدراسة الابتدائية اللي هو من أول ابتدائي إلى السادس الابتدائي في مدرسة الدوي، ومدرسة الدوي فيها ساحة، فكنا حتى يعني العصر نرجع نلعب كرة في الساحة مالت مدرسة الدوي اللي كانت ساحة مفتوحة، فكانت مجال لتنمية قدرات لعبة كرة القدم عند عيال الفريج وعيال وأبناء المدرسة. المدرسة كانت لها أكيد يعني آثار كبيرة في نشأتنا وفي حياتنا، فالخروج من الفريج إلى الدخول إلى المدرسة وعيال الفريج هم نفسهم زملائنا في المدرسة كان عملية التعلم المجتمعي، فكان كلنا نتعلم من بعض وكلنا نستفيد من بعض وكلنا، وكان لأساتذتنا دور كبير في نشأتنا، أساتذتنا في كل المراحل من الأول ابتدائي للسادس. من الأشياء اللي ما زالت يعني لها بصمات كبيرة في من الناحية التعليمية كانوا يدرسون يعني القصص المترجمة لكليلة ودمنة، وكانت هذه القصص يعني لها طابع كبير في صناعة شخصياتنا، فكانت كل قصة من هذه القصص تعطيك يعني مثل رائع في الحياة. ما زلنا احنا لليوم نسترشد بتلك القصص وبنتائج تلك القصص. تلك القصص كانت فعلا لها يعني بالإضافة إلى قصص القرآن الكريم، تلك القصص كانت لها فعلا ذكرى جميلة ممتعة ولها آثار تربوية وتعليمية كبيرة على شخصياتنا. بالنسبة عن دراسة الجامعة، في الجامعة أنا بعد ما خلصت الثانوية لظروف الوالد ولظروف الأسرة اضطريت أني أشتغل، فاشتغلت في مطار البحرين يعني في برج المراه. رحت اشتغلت في مطار البحرين. ايوه وهي اول وظيفه اينا كنت في برج المراقبه، وطبعا هذه كذلك الوظيفه كانت لها بصمات. ايامها كان شفت، فكنت ادرس واشتغل في نفس الوقت، طبعا لان العمل شفت نواه عمل، فكان عندي فرصه عندي وقت وايد اني انا ادرس واطور نفسي، إلى أن يعني انتقلت بعدين إلى شركة بتلكو كعمل، وكان العمل مبشفت، كان عمل يعني بس صباحي، وبعد سنة ونص تقريبا انتقلت للعمل في الجلف بوليتكنيك اللي هي أحدى يعني أحدى النواة الأولى لجامعة البحرين، هي النواة، والنواة الأخرى جامعة العلوم والآداب والتربية أو كلية العلوم والآداب والتربية اللي دمجوا يعني وأنشئت من قبل يعني بهما جامعة البحرين في عام 1986. طبعا عملي في جامعة البحرين كان فرصة كبيرة أني أنا أدرس وأشتغل، وكان هو مشوار التعلم فيها إلى أن حصلت على القبول في جامعة درهم في بريطانيا، وحصلت على الابتعاث الابتعاث كفلتم هناك في جامعة درهم. درست إدارة أعمال، بكالوريوس أو ماجستير؟ ماجستير إدارة أعمال. والبكالوريوس خدته البكالوريوس حسب لي هو من قبل الجامعة، حسب لي من لأن أخذت مجموعة من الدبلوم بالإضافة إلى الخبرة العملية بالإضافة إلى الدراسة البارت تايم في الجامعة في جامعة درهم نفسها، كلها كانت أساس لقبولي في الفول تايم في الانتظام الكلي في جامعة درهم. وجامعة درهم من أقوى الجامعات في بريطانيا، هي تعد من أفضل أعتقد اليوم 5 أو 10 جامعات الأولى في جامعة في بريطانيا، من أفضل 10 جامعات في بريطانيا. العمل التطوعي كان بدأنا في العمل الخيري،
إنزين. وكان هذا العمل يعني عملية سواء في المنطقة للعمل الخيري وعملية تحفيظ القرآن، وكذلك انتقلنا إلى العمل يعني المسرحي كذلك في بعمل تطوعي. كل ذي نشأ يعني في بدايات في العمل التطوعي وكون أساس للعمل التطوعي. طبعا بعدها بعد الدكتوراه وبعدها يعني يمكن أنا ركزت بعد ذلك أكثر على موضوع التنمية الشخصية اللي هو دراسة في الجامعة، مع كان يعني في فترة كان عندي أسرة، تزوجت وعندي الأسرة أسرتي وعيالي، وكان أدرس وكنت أشتغل، فهذه شوي أخذ من 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 وقتي. لما خلصت الدكتوراه عدت إلى العمل التطوعي وعدت كعضو في جمعية البحرين للجودة، وبعدها تم اختياري أن أكون نائب الرئيس مع الشيخ علي بن عبد الله الخليفة رحمة الله عليه، وبعد يعني وفاة الأخوان الزملاء في الجمعية رشحوني أن أكون رئيس جمعية البحرين للجودة، وبدأنا بالعمل في هذا المضمار، وبدأنا تقديم يعني كان العمل يعني العمل التطوعي أكثر احترافية وأكثر عطاء مو بس للجمعية نفسها، للمجتمع. فكنا نقدم يعني محاضرات للمدارس، للجمعيات الأخرى، للمؤسسات في البحرين بشكل تطوعي، وكذلك كنا نشارك في مؤتمرات وفي أنشطة خارج البحرين لتقديم يعني فكر الجودة ويعني مفاهيم الجودة. كذلك في العمل التطوعي أو العمل المهني خلينا نسميه، خالد بن طيع عضو في الجمعية الأمريكية للجودة، ومن خلالها شاركنا في مجموعة أعتقد 5 مؤتمرات عالمية للجمعية بالحضور هناك في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في آخر يعني تطورات ومفاهيم وعلوم إدارة الجودة الشاملة. وكلنا من يعني من الأشياء اللي وحاولنا ننقل هذه العلوم إلى البحرين من خلال مؤتمر أو ملتقى السكس سيجما، أقمنا في جمعية الجودة 3 نسخ من ملتقى السكس سيجما، واللي أعطى يعني هذا الفكر إلى كثير من المؤسسات في البحرين. والحمد لله اللي شفنا أن هناك مؤسسات كثيرة في البحرين بدأت تأخذ وتطبق السكس سيجما. بالنسبة لتأسيس جمعية الجودة، كيف تم التأسيس؟ التأسيس أمانة قام بتأسيس الجمعية رحمة الله عليه الشيخ علي بن عبد الله الخليفة قبل لا أنضم أنا للجمعية. أيوة، فأنا خلصت الدكتوراه في 2002 وجيت البحرين، وطبعا بحكم أن أنا تخصصي التحق بالجمعية كانت أيوة. مؤسسة أي كانت الجمعية مؤسسة، ويعني الشيخ علي بن عبد الله الخليفة رحمة الله عليه بذل جهود جدا جبارة في إنجاح الجمعية وفي وضعها على يعني على الخط الصحيح، وبحيث أنها هي تنتج وتقوم بكثير من الأنشطة. يعني كذلك صار لي شرف العمل مع الشيخ علي بن عبد الله الخليفة رحمة الله عليه وكنائب رئيس، كعضو وكنائب رئيس، وتعلمت منه الكثير أمانة. تعلمت منه بالإضافة إلى موضوع الجودة التواضع، تعلمت منه الإيمان بالعمل التطوعي، تعلمت منه الإيمان بفكر الجودة. فرغم أنه هو رحمة الله عليه كان يعني رئيس أو مدير المستشفى العسكري ومع كثير من يعني الالتزامات والاهتمامات والمشاغل، ما كان يعني يتوانى أن يعطي من وقته لعمل تطوعي. يعني تتصورنا المسؤول عن المستشفى العسكري يجد من وقته جزء يصرفه في العمل التطوعي. احنا في المبادرات طبعا هي متنوعة، المبادرات يعني انا اقدر اقول انتقالي الى ألبا هي مبادرة يعني فيه مجازفة كبيرة. يعني شلون تطلع من جامعة البحرين كلية إدارة الأعمال،
انت مع اساتذه مع طلبه مع طالبات اجواء حلوه، ومن احسن ما يكون وانت شغال في الجامعه وكنت يعني مدير اعلام علاقات عامه استاذ في قسم الاداره والتسويق، ما عليه قصير يعني، كان وضعي في الجامعه من اجمل ما يكون. ماشي. وتنتقل الى البا الى مصنع، يعني الناس وايد قالوا خالد مينون، لكن أنا جدا 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 فخور بهذه التجربة في ألبا، فخور بالعمل مع يعني مثل ما قلت مع الأستاذ أحمد النعيمي، وفخور بالعمل مع عمال ألبا، استمتعت كثير بالعمل مع عمال ألبا، مع أن أنا كنت مدير في دائرة ما لها علاقة بالإنتاج، ولكن دوري كان أني يعني أنقل يعني هذا الإنتاج وأنقل صورة العامل البحريني المخلص الفني المبدع المنجز المتفاني في عمله. يعني ألبا مدرسة، ترى ألبا عمال ألبا مدراء ألبا أنتوا مدرسة، العمال أنتوا مدرسة، تعلمت منكم وايد، ودائما أقول هالكلام أنا. فهذه من المبادرات اللي أنا فخور بها. من المبادرات هو انتقالي لدراسة الماجستير والدكتوراه، كانت مبادرة، كانت مجازفات كبيرة يعني، انت بالذات الماجستير كانت مجازفة جدا جدا كبيرة يعني، وكان تحدي كبير جدا يعني، أنا تركت أسرتي وعيالي وبيتي ووظيفتي، كنت بعد مسؤول في التسجيل يعني، ما كان علي وترحت عشان أدرس الماجستير، فكان بعد مبادرة يعني أنك أنت تتأقلم مع ثقافة غير ثقافتك، أسلوب حياة غير أسلوب حياتك، وكانت متعة يعني، كانت من المبادرات اللي هي مبادرة تأسيس أو دخول جمعية البحرين للجودة، هي كذلك من الأشياء اللي أنا فخور بها. من المبادرات اللي يعني الأخيرة صراحة هي تأسيس وإنشاء نشرة الفنر الثقافية الإلكترونية التفاعلية في رحم كارثة كورونا أو جائحة كورونا، وقت اللي الناس توقفت عن التواصل دخلنا في التواصل الاجتماعي ولإيصال الثقافة البحرينية بمعناها الواسع إلى المجتمع البحريني وإلى العالم، فهي من المبادرات اللي أنا جدا جدا فخور بها. أحد المشاريع اللي إحنا إن شاء الله شغالين عليها هو مشروع يخدم المنطقة بتفاصيل قد تكون بعد كذلك، أنا أقدر أقول إنه مع مجموعة أو كوكبة من أهالي المنطقة، منطقة عراد وقرية عراد وحالة النعيم وحالة السلطة، إن شاء الله الله يوفقنا في طرح حاجة جديدة جدا، كونسبت جديد على مستوى العالم، ما رأيت مثل أنا في المنطقة ويمكن ما في مثله في العالم، لأن له خصوصية محلية وله أبعاد عالمية. هناك يعني تفاهم على هذا المشروع يخدم إن شاء الله المنطقة ويخدم المحرق ويخدم البحرين. هذا المشروع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه، مثل ما قلت لك تفاصيله ليس الوقت الآن لي يعني ذكر التفاصيل، ولكن الرؤية جدا واضحة، وهناك يعني دعم من وتشجيع من سعادة الأستاذ سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظة المحرق، يعني هو يعني داعم كبير ومشجع أساسي لنا في هذه الرؤية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه وكعادته أبو عيسى الله يسلمه ويطول عمره هو داعم لمثل هذه الأنشطة، فيعني نأمل أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذا الطموح، وهو طموح كبير، ومثل ما قلت هو بصمة جديدة للبحرين.
خالد ممطيع هو مجرد يعني لبنة بسيطة ومتواضعة جدا في العمل البحرين في الجودة. البحريني من الأساس، وأنا فخور أني أنا ابن لعامل لا يقرأ ولا يكتب في شركة بابكو البحرين. الوالد رحمة الله عليه جاسم بمطيع كان عامل في بابكو، ما كان يقرأ ولا يكتب، ولكن يعني أنجب من أولاده 3 يحملون الدكتوراه رحمة الله عليه. فأنا تعلمت الجودة، والجودة هي موجودة في المجتمع البحريني، من عمال بابكو، من عمال ألبا، حتى من يعني المزارعين. لما تتكلم مع مزارع فلاح بحريني بحريني إنزين، شلون يتعهد النخلة؟ ترى دروس من الجودة في هذا التعهد. أنا ما أقول زراعة، أنا أقول تعهد، وأعني كلمة تعهد. شلون الفلاح أو الزراعة أو اللي إحنا نسميه النخلاوي زين يتعهد النخلة. فإحنا يعني مجرد لبنة في ذلك. وكذلك مثل ما ذكرت في يعني أسس الجمعية الشيخ علي بن عبد الله الخليفة، وكان له دور كبير في طرح فكر الجودة. من الشخصيات اللي كذلك مهتمين بالجودة على مستوى يعني القيادي في البحرين، الله يسلمه ويطول عمره، الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، رئيس هيئة المجلس الأعلى للصحة، له دور كبير في الجودة، وهو الرئيس الفخري لجمعية البحرين للجودة. كذلك الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة، نائب سمو رئيس الوزراء، له دور كبير في الجودة، ورجل يعني مطلع الله يعطي الصحة وطولة العمر في موضوع الجودة بشكل كبير جدا. فهناك قيادات كثيرة، الأستاذ أو الدكتور مصطفى السيد رئيس الهيئة الملكية، شخصية يعني أنا تعلمت منها كثير في موضوع الجودة. هؤلاء كلهم يعني قمم في موضوع الجودة، يعني من العامل، من الوالد رحمة الله عليه، إلى الفلاح النخلاوي، إلى الأساتذة، إلى كلهم، إلى العمال في بابكو، إلى العمال في ألبا، إلى الموظفين، كلهم ذلين يعني الشباب البحريني كلهم معنيين بصناعة الجودة في البحرين. والله الإضافة أو الكلمة اللي أريد أن يعني أوصلها لشباب البحرين، شباب وشابات البحرين، أبناء وبنات البحرين، البحرين تستاهل، ما عندي شيء أكثر. كل ما تقدم أنت للبلد، كل ما تقدم للبحرين، البحرين تستاهل. وتأكد أن كل ما تقدمه أنت لهذا البلد سيعود عليك. بارك الله فيك دكتور. سيعود عليك بفوائد كثيرة، سيعود عليك وسيعود عليك، للرجل وللمرأة، للبنت وللولد. لا ترددون شبابنا وعيالنا في تقديم وخدمة هالبلد بكل إخلاص. لا تقول إيش بحصل، بتحصل وبتحصل وايد. والنموذج أنا أقول خالد بمطيع.